الثالثة في العاصمة طرابلس، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين. عملية البنيان المرصوص تواصل تمشيط مناطق الأودية الواقعة جنوب سرت وتفكيك المفخخات من المناطق المحررة في المدينة. مركز شرطة سبها المدينة يسجل نحو 253 قتيلا في المدينة خلال العام الماضي، ويرجع الأسباب لضعف إمكانيات الجهات الأمنية. كوبلر يقول إن الاتفاق السياسي يعد أولوية، ويؤكد أن الأمم المتحدة ستدعم إدخال تعديلات على الاتفاق إذا وجدت حاجة لذلك. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال مدير المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أحمد هدية إن عمليات التمشيط مستمرة في مناطق الأودية الواقعة جنوب مدينة سرت بالقرب من مدينة بني وليد. أضاف هدية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان المرصوص ما زالت تواصل تفكيك المفخخات من المناطق المحررة في سرت. من جهته قال الناطق باسم غرفة الطوارئ الجوية محمد جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار إن سلاح الجو لم ينفذ خلال الأيام الثلاثة الماضية أي طلعات استطلاعية أو قتالية بسبب سوء الأحوال الجوية. ولمزيد من التفاصيل حول آخر تطورات عملية البنيان المرصوص معنا عبر الهاتف من سرت آمر غرفة العمليات الميدانية العميد أحمد أبو شحمة. سيد أبو شحمة، بداية، مع استمرار عمليات التمشيط في المناطق والأودية الواقعة جنوب المدينة، هل عثرت قوات البنيان المرصوص على عناصر فر من تلك المناطق مما يعرف بتنظيم الدولة؟ بالنسبة للعمليات اللي قمنا بها الماضية في خروج دوريات جنوب مدينة سرت، لم نعثر على مجموعات أو أفراد من التنظيم، ولكن لاحظنا وجود بقايا لمكانات اللي كانوا متواجدين فيها. نعم، مخلفات. وكنت وال 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 الشيء اللي هو واضح لدينا أن هناك كان عدة مجموعات جنوب مدينة سرت اللي هي في الأودية وخاصة في قرار جهنم وفي فوار الناموس، وعلى بعض حتى المعلومات اللي تحصلنا عليها من الناس اللي موجودين غادي في المنطقة من الرعاة أن كانوا متواجدين، ولكن بعد ما تم تحرير أو القضاء على الدواعي داخل مدينة سرت وتم القيام قوات البنيان المرصوص بتمشيط للأودية والمناطق جنوب سرت لاذوا بالفرار. طيب، بالخطر مجموعات داعش وانتقلوا الآن زي ما معلوم لديكم حسب حتى القنوات الإعلامية تواجدهم في جهة قرزة، انتقلوا للجهة الغربية اللي هي جنوب بن وليد. طيب، وجهة نسمة. طيب سيد أبو شحمة، إلى أي مدى يمكن اعتبار المناطق المحررة مؤمنة بشكل كامل من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة؟ صحيح، الآن نقول لك أنها تعتبر مؤمنة، ولكن الإشكالية في وجود تنظيم الدواعش في مجموعات فردية لا نضمن وجود أو قيامهم باختراقات لمكانات أو لمناطق ضواحي سواء كان للسرت أو المناطق الغربية اللي ما نخشاه أن ينقلون الحرب إلى نسمة أو مزدة أو يقوموا بهجوم على هذه المناطق، لأن هم يتواجدوا ويتحركوا ليلا في مجموعات بسيطة اللي هي من سيارتين إلى ثلاثة ويستخدموا. اتضحت الفكرة سيد أبو شحمة. إذن عبر الهاتف من سرت آمر غرفة العمليات الميدانية العميد أحمد أبو شحمة متحدثا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا. في موضوع آخر، أعلن مركز شرطة سبها المدينة أن نحو 253 شخصا قد قتلوا في سبها خلال عام 2016، بينهم 181 ليبيا والبقية من جنسيات إفريقية مختلفة. وقال ضابط التحقيق بالمركز هشام الفلوجي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن مجموعات مسلحة قامت خلال العام الماضي بخطف 152 شخصا ونهب عدد من المؤسسات العامة والخاصة. أوضح الفلوجي أن ارتفاع أعداد القتلى والمخطوفين يرجع إلى عدم قدرة الجهات الأمنية
هناك ومديرية الأمن على فرض سيطرتها وحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة نتيجة لنقص الدعم المالي والأسلحة والمعدات اللوجستية بحسب قوله. ونبقى في سبها، حيث أفاد عميد بلدية سبها حامد الخيالي بأن مجموعة مسلحة اختطفت صباح اليوم ابن وكيل البلدية ولذت بالفرار دون معرفة أسباب عملية الخطف. وأضاف الخيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المدينة تشهد هدوءا بعد توقف إطلاق النار بين القوة الثالثة وقوات بن نايل الموالية لعملية الكرامة، مشيرا إلى عودة الحياة لطبيعتها رغم استمرار إقفال بعض الشوارع بمناطق المنشية والمهدية في المدينة. وللوقوف على آخر التطورات بالمنطقة الجنوبية معنا عبر الهاتف من سبها آمر القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب جمال تريكي. سيد تريكي، بداية، هل من تطورات جديدة في المنطقة الجنوبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأوضاع في المنطقة من 3 أيام هذه بعد الاشتباك الأخير، الأعيان سعيين في الهدنة وفي رد ميليشيات بن نايل إلى منطقة أبراك وإبعاد الصراع عن منطقة سبها وعن مطار سبها اللي موجود في قاعدة التمهل. الآن الأوضاع هادية، بالنسبة للأوضاع اللي بالنسبة للبوابة وهذه كلها تحت السيطرة، وإحنا تواصلنا مع مديرية أمن سبها على تسليم البوابة مديرية سبها أو أي جهة أمنية كانت داخل مدينة سبها. وللأسف هذه المكالمة لم يتم إجراء أي مجموعة ولا تجهيز أي مجموعة لاستلام هذه البوابة تحت حماية. طيب سيد تريكي، عذرا للمقاطعة، مركز شرطة سبها المدينة كان قد أعلن أن نحو 253 شخصا قتلوا في سبها خلال عام 2016، وقد أرجع ذلك لعدم توفر الإمكانيات للأجهزة الأمنية هناك. هنا، ما الحلول المقترحة لوضع حد لارتفاع نسب الجريمة في المدينة باختصار إذا سمحت؟ لو سمعت، بالنسبة لمديرية أمن سبها عند الآن لم تقوم بالعمل بتاعها نظرا لعدم الشكاوى بتاعهم لعدم توفير الإمكانيات سواء اللوجستي سواء الإمكانيات المادية لهذه المديرية. طيب، ما هي الحلول للقيام بواجباتهم؟ نحن نطالب حكومة الوفاق كما أتت القوة الثالثة لتأمين منطقة الجنوب بتأمين بأفراد من وزارة الداخلية بتنفيذ ما نفذته القوات المسلحة لدعم منطقة الجنوب بأفراد من الشرطة ومديرية أمن بأفراد من المنطقة الغربية من أي منطقة كانت في المنطقة الغربية لتقدر تشتغل في هذه المنطقة الجنوبية وتطبيق الإجراءات القانونية داخل المدينة. اتضحت الفكرة سيد تريكي. إذا عبر الهاتف من سبها أمر القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب جمال تريكي، شكرا جزيلا لك. في مدينة بنغازي أفادت تحريات القوات الخاصة الصاعقة الموالية لعملية الكرامة باندلاع اشتباكات في طريق الهرابة الواقعة بالمحور الغربي لمدينة بنغازي. وقالت تحريات قوات الصاعقة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قواتها قد تمكنت من تدمير سيارة تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي بالقرب من العمارات 12. الجدير بالذكر أن مناطق المحور الغربي تشهد اشتباكات بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات عملية الكرامة. إلى درنا، حيث قال المجلس المحلي إن شاحنات نقل الوقود ستبدأ في الدخول إلى المدينة اعتبارا من اليوم، وذلك بعد التفاوض مع سائقي الشاحنات لتغيير طريقهم من منطقة مرتوبة الواقعة غربي درنا إلى كرسة شرقي المدينة، وذلك بدفع مبالغ مالية لهؤلاء السائقين نظير تغيير طريقهم. أكد المجلس المحلي عبر صفحته على الفيسبوك ضرورة دخول الوقود نظرا لحاجة المدينة الماسة إليه بهدف تشغيل القطاعات الأساسية في درنا.
في موضوع آخر، شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر على أن الاتفاق السياسي يعد أولوية، مشيرا إلى أنه في حال وجود حاجة لإدخال بعض التعديلات المطلوبة على الاتفاق فإن الأمم المتحدة ستدعم ذلك. ودعا كوبلر في مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة طرابلس إلى ضرورة إحراز تقدم بالملفين الأمني والسياسي، مضيفا أن القادة السياسيين هم ما يتحملون مسؤولية هذا التقدم. وأشار المبعوث الأممي إلى أنه يجب وضع مصالح الشعب الليبي فوق كل اعتبار وتوفير الخدمات الضرورية مثل الصحة والكهرباء، مؤكدا أن ليبيا بلد غني ويجب أن تستغل ثرواته لمصلحة الشعب، وهذا يتطلب إدارة سياسية بحسب قوله. قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائرية عبد القادر مساهل إن بلاده تدعم الحوار الشامل للتوصل إلى حل للأزمة الليبية في إطار الاتفاق السياسي. أضاف مساهل في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن بلاده تدعو إلى حوار يجمع كافة الأطراف الفاعلة في إطار الاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات المغربية. أوضح الوزير الجزائري أن حل الأزمة في ليبيا يخص الليبيين أنفسهم في المقام الأول، مذكرا بموقف بلاده الرافض لأي تدخل أجنبي أو الضغط على أي طرف من أطراف النزاع. وللتعليق على تصريحات كوبلر وآخر التطورات في الشأن السياسي، معنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة طرابلس الكاتب والأكاديمي فرج دردور. سيد دردور، بداية، مارتن كوبلر قال إن الاتفاق السياسي يعد أولوية وأن الأمم المتحدة ستدعم إدخال تعديلات على هذا الاتفاق إذا وجدت حاجة لذلك. هل نفهم من كلام كوبلر أن هناك إمكانية لفتح باب التعديلات على هذا الاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات المغربية؟ اولا مساء الخير لك استاذ وللمشاهدين الكرام. حقيقه ما قاله كوبلر هو يعني الصحيح، لان الاتفاقيات ليست قران، عندما تتعثر في تطبيقها اذا لابد من مراجعتها بشرط ان يتفق الاطراف او يكون كل الاطراف التي وقعت على اتفاق تكون موافقة على فتح هذا الاتفاق. إذا لا توجد أعتقد مشكلة بأن الأمم المتحدة إذا توافق الأطراف على فتح الاتفاق وتعديل في بعض البنود والنقاط، أعتقد سوف يتجهون أو يذهبون مذهبهم. لا شك في ذلك. طيب، المبعوث الأممي سيد دردور أشار إلى أن ليبيا بلد غني ويجب أن تستغل ثرواته لمصلحة الشعب، وهذا يتطلب بحسب قوله إرادة سياسية. إلى أي مدى يمكن أن تتفاعل الطبقة السياسية مع هذا التصريح؟ أعتقد الموجودين اليوم في المشهد الليبي حقيقة بعد هذه التجربة المريرة معهم والسنوات العجاف، حقيقة لا أعتقد أن هؤلاء بكل مستوياتهم يحملون رؤية إلى البناء والتقدم، ورؤيتهم حقيقة هي التشبث بالسلطة، ولم نرى منهم إلى غاية الآن أي بصيص أمل للنظر في المستقبل. وأعتقد أن أي حديث عن التنمية أو حديث عن استغلال موارد أو حديث عن تطور لابد أن يكون بعد الخروج من الأزمة التي حقيقة يتسبب فيها من هم على هرم السلطة. ونحن نعلم جيدا أن بالنسبة للشعب الليبي طموحاته تتعارض مع كل تصرفات هذه الهياكل السياسية الموجودة اليوم. طيب، كوبلر شدد أيضا على ضرورة أن تستعيد ليبيا أمنها واستقرارها. في هذا الإطار، ما هو المطلوب داخليا لتحقيق ذلك؟ الأمن والاستقرار حقيقة لابد أن يرجع، أو لابد أن تفعل المؤسسات الحقيقية الأصلية المدربة
ولابد أن يفعل القضاء. إذن لابد أن تكون المنظومة المؤسسية تكون تعمل بشكل جيد، ولا يمكن إحلال سواء كانت ميليشيات أو توار أو جيش بطريقة جهوية أو كل هذه المسميات التي حقيقة صدمت بها ليبيا بعد ثورة فبراير. هذه حقيقة كلها تأخذ مكانات ليست لها، وحتى وإن اضطرينا أن ندخلها في جسم الدولة الأمني يجب أن تدرب تدريبا جيدا، يجب أن تتجرد من الجهوية ومن كل المسميات التي ليست. واضح سيد دردور، وأعتذر منك نظرا لانقضاء الوقت. إذن الكاتب والأكاديمي فرج دردور متحدثا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، شكرا جزيلا لك. نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد قليل. توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها في الجبل الأخضر وجبل نفوسة، مع احتمال تساقط الثلوج على بعض المدن شرقي البلاد. دية الواقعة جنوب سرت وتفكيك المفخخات من المناطق المحررة بالمدينة. مركز شرطة سبها المدينة يسجل نحو 253 قتيلا في المدينة خلال العام الماضي، ويرجع الأسباب لضعف إمكانيات الجهات الأمنية. كوبلر يقول إن الاتفاق السياسي يعد أولوية، ويؤكد أن الأمم المتحدة ستدعم إدخال تعديلات على الاتفاق إذا وجدت حاجة لذلك. أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن إنتاج ليبيا من الخام بلغ أكثر من 700,000 برميل يوميا. وقال صنع الله إن هذا المستوى من الإنتاج يعد الأعلى منذ إغلاق عدد من الحقول والموانئ النفطية قبل 3 سنوات. هذا وقد بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع عدد من ممثلي المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه خلال زيارته لجالو الصعاب التي تواجه الشركات المنتجة، مشيرا إلى أن المؤسسة تحرص على تطوير القدرات البشرية بمناطق حوض النفط لخلق فرص عمل لسكانها في شركات الإنتاج بحسب قوله. قال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محمد الشامس إنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة تدنيا ابتداء من اليوم الأحد. أضاف الشامس لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه من المتوقع أيضا تساقط كميات غزيرة من الأمطار على طول المناطق الساحلية في البلاد، مع احتمال تساقط الثلوج على مدن الجبل الأخضر في الجهة الشرقية من البلاد. أشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن منطقتي الجبل الأخضر وجبل نفوسة ستسجلان أدنى درجات للحرارة. ولمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس مدير إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محمد الشامس. بداية سيد الشامس، ما هي توقعاتكم لحالة الطقس للساعات والأيام القليلة القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التوقعات لحالة الطقس على ليبيا ستكون بإذن الله على النحو التالي. نبدأ بمناطق شمال وغرب ليبيا، استمرار تكاثر السحب خاصة السحب الماطرة والرعدية، وكذلك استمرار تساقط الأمطار خاصة على السواحل. طبعا هذا يستمر الوضع هذا حوالي 24 ساعة القادمة إن شاء الله. نعم. انقطاع واستمرار. درجة الحرارة زي ما تفضلت قلنا درجات متدنية، تكون على السواحل تقريبا حوالي 8 إلى 10 درجات، وعلى المرتفعات من 4 إلى 6 درجات مئوية بإذن الله. احتمال ضعيف جدا طبعا لسقوط ثلوج على مرتفعات الجبل الغربي. أما بالنسبة لشمال شرق ليبيا، استمرار تساقط الأمطار بصورة جيدة، قد تكون غزيرة في بعض الأحيان، مصحوبة بحبات من البرد، واحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات، مرتفعات الجبل الأخضر طبعا. الرياح حتكون نشطة بإذن الله، درجة الحرارة منخفضة خاصة على المناطق الجبلية.
نعم. طيب إلى مدى إلى متى سيد الشامس ستتواصل هذه الموجة من البرد على مناطق شمال ليبيا؟ والله بالنسبة لتغني درجة الحرارة بالنسبة للأمطار مستمرة إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة أو حتى أزيد قليل. وبالنسبة لدرجة الحرارة هي أصبحت أولا إلى حد ما متدنية، تزيد يستمر الانخفاض غدا مساء إن شاء الله، وبعدها يصبح الاعتدال من جديد. إذن عبر الهاتف من طرابلس مدير إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محمد الشامس متحدثا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. رغم ما شهدته سنة 2016 من تواصل حالات النزاع المسلحة بعدد من المناطق، إلا أنها سجلت نقاطا مضيئة، فقد تميز فيها عدد من الشباب وتفوقوا في عدة محافل دولية ورفعوا راية البلاد عاليا في مجالات مختلفة. عام 2016 كان حافلا بالنجاحات، وانفرد فيه الليبيون بالمراكز الأولى في عدة مسابقات دولية، رغم ما تعيشه البلاد من أزمات طالت جميع المجالات. وكان للمجال الطبي والعلمي النصيب الأكبر في الإنجازات، فقد حصل منير علي رقص على براءة اختراع في أمريكا عن بحث يتعلق بمركب دوائي يشمل علاج أكثر من مرض مثل الجلطة الدماغية والشلل الرعاشي والزهايمر. وفازت أسماء العارة بالمركز الأول عن بحثها العلمي للملصقات البحثية في مؤتمر ومعرض نيويورك لطب الأسنان، ونالت شذا البشت جائزة المؤتمر العالمي لأبحاث طب الأسنان في كوريا الجنوبية. كما ابتكرت طالبة ليبية في قسم الهندسة الطبية بالجامعة الألمانية في الأردن رقية فكرون عصا إلكترونية تساعد المكفوفين في المشي بإصدارها تنبيها مسموعا لتحذير مستخدمها من وجود جسم أمامه قد يعيق حركته. أكرم جويدر كان الفائز بجائزة رواد الطاقة في المؤتمر 49 لرواد الطاقة في جنوب أمريكا، كما تنافس 100 طالب على جائزة التميز للطلبة الليبيين المتفوقين التي يمنحها المكتب الكندي للتعليم الدولي في مؤتمره السنوي. ونال الجائزة عن مجال الصحة كل من عواطف بن رمضان وأنس جريميدا، وفي مجال الهندسة محمد زيدان ومحمد البدوي. كذلك تمكن مصمم تطبيقات تميم الديب بالانفراد بجائزة مسابقة منظمة كلينتون عن مشاركته بتطبيق فيوتشر بوكس من بين أكثر من 1200 طالب حول العالم. فيما صنف مشروع أفنزاور لمجموعة من الشباب بينهم رائد الأعمال أحمد أبو كرش كأحسن شركة ناشئة مستدامة في إفريقيا في مسابقة أفريقيا لريادة الأعمال، إذ توفر منصة إلكترونية نماذج امتحانات لطلبة الطب الراغبين في الدراسة أو العمل في كندا أو أمريكا. وضمن نتائج الدورة الثانية لمسابقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جائزتها الألكسو بدبي، حاز المستوى الوطني لكل دولة المطور مهند بن مسكين بتطبيقه في مجال الثقافة ناظرني، وفي مجال العلوم فاز المطور موحي الدين الأزرق بتطبيقه تحاليلي. وفي بريطانيا تميزت الطالبة هدى الخوجة بالمركز الأول في مسابقة جامعة ساوثهامبتون للتصميم في نسختها 92، طرحت مشروعا للاستفادة من مخلفات الطلاء والتشطيبات الداخلية والأغطية للتقليل من أضرارهم على البيئة. وحصد كل من مالك الكبير وغادي كفالة المركز الثاني في مسابقة الملتقى الشباب التطوع الدولي الأول للجامعات في قطر، قدم مشروعا عن كيفية التطوع في مجال التعليم تحت اسم دليل المتطوع المحلي. ومنح المجلس التقني لولاية كونتكات الأمريكية وفاء المناعي جائزة المرأة المبدعة للعام الثاني على التوالي. وككل عام تتوالى إنجازات الليبيين في المسابقات الدينية، حيث حصد في مسابقة السعودية الدولية للقرآن الكريم في دورتها 38 كل من القارئ أنيس الفضيل المركز الثاني في جانب حفظ القرآن الكريم كاملا، والقارئ محمد الدروق الترتيب الأول في جانب حفظ نصف القرآن الكريم.
أما في الدورة السابعة من مسابقة الكويت الدولية فقد فاز القارئ محمود إدريس بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً. وفي العاصمة الألمانية برلين منح القارئ عبد المنعم القاضي المرتبة الأولى في مسابقة القرآن الكريم وأجمل الأصوات التي ينظمها مركز الرسالة. وتواصل ليبيا كسب مكان لها وهذه المرة في السينما بحصد فيلم العشوائي للمخرج أسامة رزق والكاتب سراج هويدي نجحات بجوائز دولية عدة من بينها جائزة الواحة بمهرجان جابس للفيلم العربي بتونس وجائزة أفضل فيلم إفريقي بالكاميرون. أما في الفنون التشكيلية فكانت الفنانة حميدة الصقر الأولى في معرض اللوحة المصغرة الذي ضم كبار الفنانين التشكيليين العالميين في إيطاليا. وعلى مستوى بريطانيا حاز الطباخ محمد الطبيب أفضل شيف بيتزا في مسابقات أقيمت في مدينة ليفربول. مع تعدد التصنيفات الدولية التي تسجل في أرشيف النجاحات الوطنية ككل عام والتي أبرزت اسم الليبيين في الخارج، تبقى الأمنيات بأن يتغير الحال خلال العام الجديد وتكون فرص النجاح مفتوحة للجميع ونابعة من الداخل. نهاية الجولة الإخبارية لهذه الساعة من ليبيا لكل الأحرار، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عملية البنيان المرصوص تواصل تمشيط مناطق الأودية الواقعة جنوب سرت وتفكيك المفخخات من المناطق المحررة بالمدينة. مركز شرطة سبها المدينة يسجل نحو 253 قتيلا في المدينة خلال العام الماضي ويرجع الأسباب لضعف إمكانيات الجهة الأمنية. كوبلر يقول إن الاتفاق السياسي يعد أولوية ويؤكد أن الأمم المتحدة ستدعم إدخال تعديلات على الاتفاق إذا وجدت حاجة لذلك. نهاية النشرة، تفاصيل أوفى تجدونها على ليبيا الأحرار تي في عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم في أمان الله.